السلام عليكم، كيف الحال؟ كل شيء بخير. بغيت نقول لكم ان شاء الله الاغنيه الجديده ديالي انا والاستاذ صابر والفنان الكبير رضوان خويا، وي غانا دروب ان شاء الله قريبا سون، يعني نقدروا نغفلوكم في اي دقيقه، فهمتي ديك اللعبه ديال غادي تخرج الاغنيه ان شاء الله. اي لاف يو اول، راه ما بقى والو ان شاء الله، بقى واحد حركه، فهمتوني؟ يلا تبارك الله عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ كل شيء بخير. بغيت نقول لكم ان شاء الله الاغنيه الجديده ديالي انا والاستاذ صابر والفنان الكبير رضوان خويا، وي غانا دروب ان شاء الله قريبا سون، يعني نقدروا نغفلوكم في اي دقيقه، فهمتي ديك اللعبه ديال غادي تخرج الاغنيه ان شاء الله. اي لاف يو اول، راه ما بقى والو ان شاء الله، بقى واحد حركه، فهمتوني؟ يلا تبارك الله عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ كل شيء بخير. بغيت نقول لكم ان شاء الله الاغنيه الجديده ديالي انا والاستاذ صابر والفنان الكبير رضوان خويا، وي غانا دروب ان شاء الله قريبا سون، يعني نقدروا نغفلوكم في اي دقيقه، فهمتي ديك اللعبه ديال غادي تخرج الاغنيه ان شاء الله. اي لاف يو اول، راه ما بقى والو ان شاء الله، بقى واحد حركه، فهمتوني؟ يلا تبارك الله عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ كل شيء بخير. بغيت نقول لكم ان شاء الله الاغنيه الجديده ديالي انا والاستاذ صابر والفنان الكبير رضوان خويا، وي غانا دروب ان شاء الله قريبا سون، يعني نقدروا نغفلوكم في اي دقيقه، فهمتي ديك اللعبه ديال غادي تخرج الاغنيه ان شاء الله. اي لاف يو اول، راه ما بقى والو ان شاء الله، بقى واحد حركه، فهمتوني؟ يلا تبارك الله عليكم.